هذه شروط المسح على الخفين، أن يكون الخفان طاهرين، فإن كان نجسا فلا يجوز المسح عليه. الشرط الثاني أن يبقى اسم الخف، فالخروق التي لا تخرج الخف عن مسماه معفي عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق المسح على الخفين ولم يقيد خفا مثقوبا أو غير مثقوب، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون على خفافهم، وهي في الغالب يحصل معها خروق، وكانوا في قلة من المال وكانوا يمسحون، وإن اشتاط الإنسان فلم يمسح إلا على ما ستر كل قدمه فهو أحسن. الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصل، فلو أجنب فلا يصح أن يغتسل ثم إذا بلغ القدمين مسح على الخفين، بل يجب أن يخلعهما، فالمسح إنما يكون في الحدث الأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن، قال: إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. الشرط الرابع أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، فلو غسل قدمه اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، فلما غسل اليمنى أدخل الخف ثم غسل اليسرى فأدخل الخف، فلا يصح المسح عند كثير من العلماء، وشيخ الإسلام يرى الصحة، والأحوط أن يدخل القدمين بعد كمال الطهارة لما ورد: توضأ فمسح على خفيه. وأما ما عداها من الشروط فلا دليل عليها.